السلام عليكم. يعتقد الكثير من الناس وللأسف من بينهم الرياضيين أن للتعرق الكثير، أو أنه كلما كان التعرق كثير كلما كانت هناك استفادة من الرياضة، وكلما كان حرق للسعرات الحرارية أكثر، أو زيادة اللياقة البدنية، أو أنه هناك يعني نقص أو نقصان للوزن للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم. وهذا خاطئ للأسف، لأنه أكد الطب أن التعرق لا علاقة له يعني بالمجهود العضلي، ولكنه يعني عملية لتبريد الجسم، وبالتالي فالجسم عند ممارسة الرياضة فإن يعني الجسم أو درجة حرارة الجسم ترتفع، والتعرق في هذه الحالة فهو ما هو إلا محاولة لضبط حرارة الجسم وتعديلها. والكثير من الأشخاص يعني إذا رأوا شخصين يعني يتدربان فإنه هناك حكم سائد، خصوصا إذا رأوا الشخص يتعرق كثير والشخص الآخر يعني أقل، فإنهم يظنون أن هذا الذي يتعرق أكثر فهو الذي يشتغل أكثر، أو الذي يتدرب يعني بقوة، أو الذي يبذل الكثير من الجهد، أو جسمه يحرق السعرات الحرارية أكثر من الشخص الآخر. وهذا شيء كذلك خاطئ، لأن كل ما في الأمر أن هذا الشخص جسمه يعمل بكثرة لضبط حرارة جسمه. طبعا حرارة الجسم هل تنتج عن الرياضة؟ طبعا الرياضة من بين الأسباب التي من أسباب التعرق، وهي يعني إن كانت رياضة بسيطة أو يعني رياضة شاقة فهي ستؤدي إلى تعرق، ولكن بدرجات، فدرجات طبعا حسب الشخص وحسب يعني الجو، ففي الجو البارد ليس كالجو الحار، وفي الأماكن يعني من مدينة إلى مدينة أو من مكان إلى مكان فالجو يختلف بمكوناته وطبيعته، وبالتالي قد يكون التعرق في مكان أكثر من مكان ثاني لنفس الشخص. وسنطرح بعض أسباب التعرق. بما أننا نتكلم عن الجري، ففي الجري ترتفع درجة حرارة الجسم، وبالتالي فهو يقوم يعني بهذه العملية، أو الغدد العرقية تنتج العرق محافظة على حرارة الجسم. من بين كذلك الأشياء التي تتسبب في هذا التعرق الكثير، نذكر كذلك إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ومعها رطوبة، فمن أهم أسباب التعرق هو ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، إذ أنه عندما ترتفع درجة حرارة الطقس تبدأ الغدد بالعمل وإفراز العرق. وعملية التعرق خلال الحرارة والرطوبة المرتفعة تكون محاولة حيوية لتبريد الجسم كما سبق وذكرنا، حيث أن بعض العرق يتبخر على الجلد مما يعطي شعورا بالتبريد. كذلك من أسباب التعرق نذكر التعرض للتوتر والعصبية، ففي حال المرور بنوبة من العصبية يلاحظ أن الجسم يتعرق أكثر من المعتاد، وهذا يكون نتيجة إفراز الجسم لهرمونات التوتر، وحيث تعمل هذه الهرمونات على رفع معدل نبضات القلب وضغط الدم وحرارة الجسم أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يسبب التعرق في الجسم. أما عند الإصابة بالتوتر والضغط الشديدين فسوف يحدث التعرق أيضا، لأن هذه المشاعر تعمل على استهداف الغدد العرقية الموجودة تحديدا في أكف اليدين والقدمين.
من بين كذلك الأسباب أو من أهم الأسباب كذلك هي الإصابة بأحد الأمراض المسببة للتعرق، حيث أن هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى التعرق، وغالبا يكون تعرق مفرط. ومن هذه الأمراض نذكر الأمراض المسببة للحمى، حيث أن ارتفاع درجة حرارة الجسم من أهم أسباب التعرق، والتفسير لذلك هو أن الدماغ يقوم برفع حرارة الجسم عند الإصابة بالمرض مسببا بذلك التعرق. كذلك مرض السكري ومرض النقرس، حيث يكون التعرق في هذه الأمراض ناتج عن اختلالات صحية يجب معالجتها، وطبعا في هذه الحالة يجب زيارة الدكتور حتى يشخص الحالة ويقدم العلاجات الضرورية. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى التعرق هو شرب القهوة أو الشاي، حيث تعمل القهوة أو شرب الشاي على تحفيز عملية التعرق من خلال طريقتين، وهما ينشط الكافيين الجهاز العصبي المركزي مما يزيد من عمل الغدد العرقية، وكذلك نذكر أنه تزيد حرارة القهوة الساخنة أو الشاي كما قلنا حرارة الجسم مما يؤدي للتعرق. فقط الحرارة هي من شأنها حرارة القهوة أو الشاي، فهي كفيلة ب يعني جعل الجسم يتعرق. من الأسباب كذلك وهو تناول الأطعمة الحارة، فتناول الأطعمة الحارة يساهم في عملية التعرق، وذلك لأن هذه الأطعمة تعمل على تنشيط المستقبلات التي تتفاعل مع الحرارة، وهذا يعني أنه عندما نتناول الأطعمة الحارة سيلاحظ زيادة التعرق بالإضافة إلى سيلان الأنف واللعاب. كذلك من أسباب التعرق اضطراب المشاعر، من أهم أسباب التعرق اضطراب المشاعر، فعند التعرض لمشاعر الفرح أو الحزن أو المشاعر العاطفية غالبا يزداد التعرق، حيث أن هذه المشاعر والتي تبدأ من الدماغ تعمل على إطلاق هرمون يشبه الأدرينالين، يعمل على زيادة معدل نبضات القلب مما يسبب تعرق أكف اليدين تحديدا. إذا كما لاحظنا أنه لا توجد علاقة بين المجهود العضلي وزيادة التعرق، أو مثلا نسق الجري أو شدة التمرين أو الحصص الرياضية عامة وكمية التعرق، وإنما هي التعرق عملية طبيعية لتبريد الجسم كما ذكرنا سابقا. لتجنب التعرق لا يمكن يعني أن تكون هناك أشياء يعني لكبح التعرق إذا كانت هناك أسباب التعرق، ولكن مثلا الأشياء التي بأيدينا هي مثلا شرب القهوة، يمكن أن نتركها حتى تفقد شيئا من حرارتها ويمكن تناولها، وكذلك الشاي، وطبعا معهم الأطعمة الساخنة فيمكن تركها بعد الوقت حتى تفقد شيئا من حرارتها ويمكن تناولها، وبهذه الطريقة فإن الجسم لن يتعرق، أو حتى إذا كان التعرق سيكون شيء طفيف. في حال أن التعرق غزير ويعني فوق العادة فهذا شيء غير طبيعي، وفي هذه الحالة فإنه يجب زيارة الطبيب لمعرفة الأسباب وتشخيص الحالة ويعني وصف علاج للشخص المعني بالأمر.
كذلك من الأشياء التي يجب أن يتذكر الشخص أنه في الرياضة عامة وخصوصا في رياضة الجري، بما أننا نختص في رياضة الجري، فإن التعرق يكون في بعض الأحيان غزير، وخصوصا إذا كان التدريب في كما قلنا أماكن فيها رطوبة أو ساحلية، فإن في بعض الأحيان التعرق يكون غزير و بكثرة، وبالتالي فالجسم يفقد كمية كبيرة من الماء، وهنا يجب تعويض هذا الماء حتى لا يقع الجسم في مشكل وتقع إصابات للرياضي ويقع جفاف للشخص. فبعض الأشخاص يتمرنون ويفقدون الكثير من المياه في العرق، ولكن لا يقومون بتعويضها، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية، ليس فقط الجفاف ولكن إلى مشاكل صحية جمة، لأن جسمنا أغلبه ماء. وبالتالي ما يجب القيام به هو وضع قنينة مع الرياضي دائما بدون أن يحتاج إلى شرب الماء أو الإحساس بالعطش. يمكنك أخذ القليل من الماء، وهذا بتكرار مع الوقت حتى يتم إرواء الجسم بطريقة منتظمة ولمدة طويلة، وهذا ليس فيه ضرر، فالماء مصدر الحياة، و قلته هي التي ستؤثر سلبا على الجسم. طبعا لا يمكن شرب كميات كبيرة من الماء دون بإفراط كذلك، فهو قد يسبب خطر على الجسم، ولكن بكميات معقولة ومنتظمة وعلى فترات من الزمن، فهذا سيكون مفيد للجسم. طبعا كانت هذه إسهام في هذا الموضوع، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الفيديو قد قدم معلومة مفيدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، وشكرا للجميع، وأتمنى أنه إذا كانت هناك اقتراحات أو معلومات يمكن كتابتها في التعليقات، وشكرا للجميع، والسلام عليكم.